المشاهدين عبر فضائيات نورسات وتلفزيون تليلومير. والبداية مع العناوين. وزارة الخارجية تدعو المواطنين الأردنيين في أوكرانيا إلى المغادرة في أقرب وقت. الأميرة بسمة بن طلال ترعى فعاليات بازار السلك الدبلوماسي الخيري. الرعية المارونية في الأرض المقدسة تحتفل بعيد القديس شربان. وفيها أيضاً عمل الروح القدس في حياتنا في حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي، رحب قداسة البابا فرانسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية، وتحدث في مقابلته التي ألقاها في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان فقال: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معاً صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على عنصر آخر من عناصر التمييز، وهو قراءة قصة حياتنا. قال: حياتنا هي أثمن كتاب أعطي لنا، وفيه يمكننا أن نجد ما نبحث عنه عبثاً في أماكن أخرى. فهم ذلك القديس أغسطينوس الباحث الكبير عن الحقيقة، فأعاد قراءة حياته ورأى فيها خطوات حضور الله الصامتة والخفية والحاسمة، ومن هنا جاءت دعوته لتنمية الحياة الداخلية ليجد فيها الإنسان ما يبحث عنه. أن نقرأ قصتنا يعني أن ندرك وجود بعض العناصر السامة التي تبعدنا عن أنفسنا، وأيضاً أن نوسع حبكة قصتنا ونتعلم ملاحظة أشياء أخرى، فنجعل في قصتنا غناً أكثر ومراعاة لتعقيدات الأمور، وبذلك ننجح في رؤية الطرق الخفية التي يعمل الله بها في حياتنا. إن تعودنا على إعادة قراءة حياتنا فهذا يثقف نظرتنا للأمور ويصقلها، ويسمح لنا بأن نلاحظ المعجزات الصغيرة التي يصنعها الله الصالح لنا كل يوم، وعندما ننتبه إليها نلاحظ اتجاهات أخرى ممكنة من شأنها أن تقوي ذوقنا الداخلي وسلامنا وإبداعنا، وقبل كل شيء تجعلنا أحراراً تجاه الصور المتكررة السامة. حياة القديسين هي أيضاً عون ثمين للتعرف على كيفية عمل الله في حياتنا، فهي تسمح لنا بأن نتآلف مع طريقة عمله، وتظهر لنا معاني جديدة وفرصاً جديدة في حياتنا. رعت سمو الأميرة بسمة بن طلال فعاليات بازار السلك الدبلوماسي الخيري لمنبرة أم الحسين،
الذي أقيم في مدينة الحسين للشباب، وقد خصص ريعه بالكامل لدعم أطفال المبرة، وشارك في البازار حوالي 30 بعثة دبلوماسية في المملكة، عرضت مجموعة متنوعة من المنتوجات التي تمثل حضارات وثقافات الدول المشاركة. وبعد الافتتاح جالت سموها على أجنحة البازار واطلعت على محتوياته، وقالت سمو الأمير بسمة في كلمة ألقتها بحضور سفراء الدول المشاركة وعقائلهم: إن الهدف الأسمى لبازار السلك الدبلوماسي هو دعم أطفال مبرة أم الحسين وإعدادهم وتمكينهم ليصبحوا ناجحين وفاعلين في المجتمع. افتتاح كثير سعيد بعد سنتين من انقطاع بسبب جائحة كورونا، مع أنه كنا نعمل إلكترونيا، بس يعني كان يعني مش نفس الشيء. اليوم الفرحة بتغمرني لأنه شفت هيك هالحيوية رجعت للبازار، المشاركة الدولية، الناس مبسوطين، إن كان يشاركوا بطاولات أو بدعم أو بمؤازرة، وكمان زوار للبازار، يعني كأنه هيك حياة جديدة عادت. طبعا لسه الجائحة موجودة والكورونا موجود، لكن أعتقد أنه في تجديد هلا، وكلنا كتير مبسوطين وفي إقبال كتير كبير السنة. أظن أنه يعني الريع اللي راح يحقق لمبرة أم الحسين ولأطفالنا، اللي هو هذا يعني السبب الرئيسي والهدف الكبير يعني لإقامة هذا البازار كل سنة، فإن شاء الله أنه نقدر فعلا نطلع بنتائج طيبة كلها لدعم أطفال مبرة أم الحسين. في ضوء التطورات المتسارعة للأوضاع الأمنية في أوكرانيا، تجدد وزارة الخارجية وشؤون المغتربين دعوتها للمواطنين الأردنيين الذين اختاروا البقاء في أوكرانيا إلى المغادرة في أقرب وقت ممكن من خلال المنافذ البرية المشتركة مع دول الجوار وبواسطة وسائل النقل التجارية التي ما زالت متاحة. وتهيب الوزارة بالمواطنين الأردنيين ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات الأوكرانية. تمت في كنيسة العذراء مريم والقديس مار جرجس في منطقة العبدلي بعمان رسامة الدكتور الشماس مايكل رمسيس كاهناً للكنيسة القبطية في الأردن. ترأس القداس الأنبا أنطونيوس مطران الأردن والكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، بمشاركة الأنبا رفائيل أسقفي عام كنائس وسط القاهرة وأسقفية الشباب، والقمص أنطونيوس صبحي حنة داعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المملكة، وعددا من الآباء الكهنة والشمامسة، وحضور جمع غفير من أبناء الرعية القبطية في المملكة. وكانت قد أقيم في ذات الكنيسة قداس عشية ومحاضرة روحية للأنبا رفائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة. أقيم في كنيسة روم الكاثوليك في الفحيص قداس إلهي لتجديد الوعد السنوي لمسؤولي شبيبة القديس جوارجوس للروم الكاثوليك في البلد. ترأس القداس الإرشمندريس بولس حداد بحضور عدد من راهبات القديسة حنة وجمع غفير من المؤمنين. وبعد عدة القداس التي دعا فيها الأب بولس الشبيبة إلى الالتزام بالصلاة وبذل المزيد من النشاط لخدمة الرعية والكنيسة، بعدها توجه كاهن الرعية والحضور لافتتاح المقر الجديد للشبيبة في بلدة الفحيص ومباركته. مساعدتي بتشكركم دائما، لأنه أنتم دائما في القلب، في قلب الحدث وفي قلبنا. اليوم عملنا تجديد وعد الشبيبة، وهذا تجديد وعد الشبيبة، شبيبة بالكنيسة هنا قديمة جدا، بتعود إلى السبعينات، من 1970 أسسها الأبونا حكمة حدادين، ولكن مرات كانت تكون قوية مرات كانت ضعيفة، ولكن اليوم احنا عم نحكي عن إعادة الوعد أمام الرب وأمام الكنيسة مع هالتوسعة اللي عملناها خلال الصيف. عملنا غرفة إضافية للشبيبة، وهذه الغرف بيجتمعوا فيها يعني مركز الشبيبة بيجتمعوا فيها كل أسبوع، بتعلموا التعليم المسيحي والأنشطة وغيرها. المسؤول عن الشبيبة باعتبار هي الراهبة سير سامية من راهبات القديسة حنة، وفي مسؤولين آخرين الشباب كل فترة ينتخبوا. فاليوم حبينا نعمل وعد أمام الرب إنه ننقل الكلمة، الشباب ينقلوا الكلمة بشكل حلو ورائع زي ما تلقوها من الكنيسة، زي ما أخذوها من الكنيسة. ربنا يزيد
ويبارك ويزيد بهالشباب وهالصبايا اللي بيكونوا قريبين من ربنا دائما وقريبين من الكنيسة. وأكيد احنا دائما نحكي لهم كل ما اقتربنا من ربنا يعني قداسنا اليوم الأحد حياتنا المسيحية كل هذا يتغير للأحسن إن شاء الله. مرة تانية بنشكركم على كل شيء. بحب أشكر ربنا كتير على هاي الفترة اللي احنا عم نخدم فيها مع كنيسة الروم الكاثوليك. احنا جينا للفحص تقريبا من 7 سنوات، بدأت الخدمة سور نورة مع العراقيين، مع سور إيزيز، وكمان مع الشبيبة الكاثوليكية. دخلت معهم أنا من 5 سنوات. بشكر ربنا على هاي الشبيبة اللي كل يوم في ازدهار وفي نمو وفي محبة. شعرنا هاي السنة شجعوا بعضكم بعضا وابنوا بعضكم بعضا كما تفعلون اليوم. كتير بالفعل أنا مبسوطة مع الشبيبة لأني بحس فيهم بروح يسوع اللي بيقودهم وروح القدس اللي بيقودهم بيدفعهم دايما للأمام. كتير فرحانة معهم لأنه تقريبا أول ما جيت من 5 سنين كانت الشبيبة يمكن 10-5 أشخاص بهاي الحدود، دلوقتي تقريبا 300 شخص عم بيتوافدوا للشبيبة. وهي رسالتنا إن إحنا الأم روزة دايما كانت تقول ننشر الإيمان ويكون بالفعل إيماننا قوي ونساعد الناس تحب يسوع. الأم روزة اللي هي أسست رهبات بنات القديسة حنة تقول نمشي في كل العالم وننشر كلمة الله وننشر الإيمان لكل إنسان. فبنحاول على مثال يسوع طبعا اللي هو بيعطينا هاي الرسالة إن إحنا نعيش هاي الرسالة. جينا اليوم كمكتب شبيبة الأرشيين بعد تجميع الفحص بهذا المجاز الحلو بهمت الشباب طبعا وبركة قدس الأب بس خداد مشكورا. صراحة شبيبة الفحص من أكثر الشبيبات النشيطة على المملكة كروم كاتوليك. أكيد المقام هذا هو كان الشيء هم بحاجته. إن شاء الله يا رب الكثرة بتكون مش بالإحجار، الكثرة بتكون بالعدد وبالنوعية. هم ما شاء الله خانتهم نظيفة والنوعية الموجودة عندهم لحد الآن كلها تمام. ألف مبروك مرة ثانية شبيبة القديس جوارجوس. تأكدوا تماما مكتب شبيبة الأبرشية معاكم، أي شيء يمكن تكون إياه إحنا جاهزين إن شاء الله. بدنا نكمل هاي المسيرة لحتى عندنا أهداف معينة، هي نشر المحبة المسيحية لحتى ننشر كلمة الله ولحتى نعيش هاي المحبة بيننا ونمجد يسوع. اليوم أنا باسم الشبيبة بشكر نورسات، بشكر أبونا بولس، بشكر رهبات القديسة حنة، بشكر أبناء الرعية لثقتهم فينا، وطبعا بشكر أبناء الشبيبة والشبيبات الأخرى وطبعا مكتب الشبيبة بالأساس. شكرا للجميع وألف مبروك لشبيبتنا ولرعيتنا. قدم برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلى فضائية نورسات حلقة جديدة بعنوان الأحوال الشخصية، حيث استضاف البرنامج المحامي النظامي والكنسي خلدون صلايطة الذي أوضح خلال الحوار مفهوم عنوان الحلقة التي تعنى بالشأن الأسري وعلاقات الأفراد فيما بينهم والنزاعات الأسرية في المجتمع، والتعريف كذلك بقانون الأحوال الشخصية الذي تطبقه الكنائس المحلية في المملكة. فإلى هناك. احنا سعداء أن تكون ضيفنا في هذه الليلة وبدنا ندخل معك كما قلت للمستمعين والمستمعات، بدنا ندخل إلى المحاكم الكنسية، بدنا نفتح صفحات القانون، قانون الأحوال الشخصية، وبدنا نسمع عن تجربتك الطيبة. بداية إيش وإيش الأحوال الشخصية؟ يعني إيش يعني شو تعني؟ يعني واحد بسمع بقول أحوال الشخصية، إيش يعني الأحوال الشخصية؟ قوانين الأحوال الشخصية أبونا أو قانون الأحوال الشخصية هي القوانين التي تعالج أحوال الناس الشخصية، سماها القانون لأنها تعالج أمور العائلة، أمور الفرد زي ما تفضلت في المقدمة وتفضلت حضرتك قلت أنه هذا قانون الأحوال الشخصية يهم الفرد، يهم العائلة، يهم المجتمع بالنتيجة، لأنه المجتمع هو بالنهاية أساس المجتمع هي العائلة. لذلك فقانون الأحوال الشخصية بعالج الأمور الخاصة بالفرد ضمن إطار العائلة، ضمن إطار الأسرة، فبيعالج زواجه، يعالج ما يترتب على هذا الزواج لاحقا، يعالج مواضيع الإرث، مواضيع حقوق الأزواج، يعالج مواضيع حقوق الأبناء والآباء كذلك. فهاي الأمور اللي بحيط فيها قانون الأحوال الشخصية، مركزها العائلة. خليني أذكر أنه حتى الدستور الأردني حكى أنه الأسرة هي أساس المجتمع،
وخاصة بالنسخة الجديدة. نعم من نعم التعديل. هي الأسرة هي أساس المجتمع، لذلك تحظى الأسرة باهتمام كبير في قانون الأحوال الشخصية. نعم. لأن هي أساس المجتمع. نعم. لذلك منشوف إنه قانون الأحوال الشخصية إذا بنطلع عليه عموما، بنطلع عليه بشكل مجمل، نجد أبونا إنه قانون الأحوال الشخصية مهمته المحافظة على الأسرة. ترى أسى الأب يعقوب عيد كاهن الرعية المارونية في الأرض المقدسة القداس الاحتفالي بمناسبة ذكرى مرور 45 عاما على إعلان مار شربل قديسا، وذلك في كنيسة ودير مار شربل ببيت لحم بحضور خدام الهيكل والفرقة الموسيقية وحشد من أبناء الرعاية. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. يا غافي وعيونك لعينينا نور، زهرت عجفونك حبة البخور، يا شربل احمينا احمينا. يا غافي وعيونك لعينينا نور، زهرت عجفونك حبة البخور. احتفلت الرهبانية اللبنانية المارونية بالذكرى 45 لتقديس القديس شربل في كنيسة ودير مار شربل القريبة من كنيسة المهد في بيت لحم. حيث ترأس الأب يعقوب عيد كاهن الرعية القداس الاحتفالية بهذه المناسبة بحضور أطفال خدام الهيكل والمؤمنين والجوقة التي أحيت القداس. القديس شربل هو رمز الوحدة، فشخصيته مثل معجزات لا حدود لها جغرافياً ولا دينياً، فهو يحظى بشعبية كبيرة، فاختاره الله ليكون قديساً وشفيعاً للعالم، فهو طبيب الفردوس يداوي المرضى دون علاج، فبالإيمان يحيى الإنسان ويشفى بشفاعته. كل سنة وانتم سالبين، اليوم كان عيد مار شربل، جينا على كنيسة مار شربل اللي في بيت لحم، كانت المزبوط كتير حلوة، القداس الحضور كان كتير مميز، إن شاء الله يا ربي ينعاد على الجميع بكل خير، وكل سنة وهم سالمين كل واحد اسمه مار شربل، وإحنا منتمنى إنه مار شربل يكون شفيعنا ويعطينا كمان مش بس الطب والسلام كمان. وبعد القداس أقيم احتفال بمناسبة ذكرى التقديس 45 بحضور الأب يعقوب والراهبات والمؤمنين. فأحنا أيها الآب القدوس أن نحيي ذكرى القديس شربل، فنتأمل حياته ومحبته، ونتخذه مثالا وشفيعا لنا الآن وإلى الأبد، آمين. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة مار شربل بيت لحم. حلقات كنيسة التي أعدها مكتب نورسات الأردن وخلال تغطياتنا في العديد من الكنائس الرسولية في محافظات المملكة، وصلنا إلى جنوب الأردن حيث مدينة العقبة السياحية، وزرنا فيها كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك. التفاصيل في التقرير التالي. ضمن حلقات كنيسة نصل بكم اليوم إلى كنيسة القديس يوحنا المعمدان التابعة لأبرشية الروم الملكيين الكاثوليك في مدينة العقبة، وهي كنيسة صغيرة بحجمها لكنها كبيرة بأجواء التسبيح والروحانية. قام بتأسيسها الأب جورج إدمون الذي قدم قبل 40 عاما من العاصمة البلجيكية بروكسل بدعوة من المطران ميخائيل عساف
ليخدم مدينة العقبة ويعمل على نهضة كنيسة الروم الكاثوليك في المنطقة بعد أن شارك في الحرب العالمية الثانية عام 1945. لما بدنا نتحدث عن كنيستنا لابد أن نتحدث أولاً عن مؤسس هذه الكنيسة وهو الأب جورج ديمون. أبونا جورج ديمون هو من بلجيكا من بروكسل، ولد سنة 1916 وشارك في الحرب العالمية الثانية سنة 1945، تقريبا كان عمره 29 سنة. في نهاية الأربعينات جاء إلى الأردن، والطريف بالأمر أنه كان يعمل مفتش للغة العربية في وزارة المعارف، ومن بعدها كان موظف طبعا في مدينة الزرقاء. أيضا في الخمسينات خدمهم طبعا، خدم لمدة 10 سنوات في أدر لمدة 10 سنوات، ثم إجا للعقبة بأمر من سيادة المطران ميخائيل عساف حتى يخدم فقط شهر، لكن هذا الشهر امتد لأربعين سنة. وبعد وصوله الأردن توقف هذا الأب الجليل المولود عام 1916 على شواطئ البحر الأحمر، وراح يفكر ويصلي بأن يمنحه الله المكان ليبني عليه مذبح الرب ويبدأ خدمته في المنطقة. وفي عام 1962 شيدت كنيسة القديس يوحنا المعمدان في عهد مثلث الرحمات غبطة البطريرك ماكسيموس الرابع، وببركة المطران ميخائيل عساف وبجهود الأب جورج ديمون بنيت هذه الكنيسة بسواعد المحسنين من أهل مدينة العقبة على مساحة دنومين، حيث يبلغ طولها 13 مترا وعرضها 6 أمتار لتقام بها الشعائر والصلوات للمؤمنين. ويبلغ عدد أبناء الرعية التابعين حاليا لكنيسة الروم الكاثوليك 400 شخص. بك تجددت حياتنا وولدنا من جديد، يا كنيسة أنت أمي ملجأي في كل دين. طبعا أول ما إجى لمدينة العقبة ما في كنيسة، فاضطر أن يستأجر بيت بغرفتين، وأحد هالغرف كان يعملها كنيسة كان الناس يصلوا فيها، والغرفة الثانية استعملت من أجل تعليم الخياطة والتعليم المسيحي، فساعدوا بهالخدمة أخوات مكرسات كان عددهم 4، واللي دائما بذكرها أهل العقبة المسيحيين والمسلمين هي الأخت أوغوستا. أنا حكيت أنه بداية لازم نحكي عن أبونا جورج ديمون لأنه أسس أول كنيسة في العقبة وأسس أول مدرسة أهلية في العقبة. المدرسة أخرجت شخصيات كبيرة من هالمدرسة، وأيضا هالكنيسة خدمت مسيحيين بكل مختلف الطوائف حتى إلى هذا الزمن الحالي، فقط لبعض سنوات ولا كانت هاي الكنيسة تخدم من وقت أبونا جورج ديمون كل الكنائس. إذن سنة 1962 بنى هذه الكنيسة، وسنة 1967 بنى ملجأ بسبب الحرب، فحولنا بهمة أبناء الرعية لمزار نستذكر فيه أبونا جورج ديمون، ثيابه، الكتب الطقسية، الأيقونات اللي كانت في عهده في الكنيسة. فلذلك أبونا جورج ديمون لما نسأل أي شخص في مدينة العقبة عنه احكي لنا عن أبونا جورج ديمون، فورا بتشوف الابتسامة على وجهه، بحكي لنا أبونا جورج ديمون إنسان، كان إنسان يتعامل معنا بمحبة بالرغم من اختلاف الدين. أبدا ما كنا نسمع أي شكوى أو تذمر من أي إنسان على أبونا جورج ديمون، فإذا هو بالفعل كان يسير في مرحلة
القداسة في حياة القداسة. وفي عام 1967 وبسبب نكسة حزيران بنى الأب جورج ديمون ملجأ ليحمي أبناء الرعية آنذاك من الحرب. تنيح الأب ديمون عام 1998 بعد أعوام طويلة من الخدمة والعطاء في حقل المسيح، وطلب أن يدفن بجانب المكان الذي أحبه وخدمه. تلا الأب المتنيح ديمون في الخدمة قدس الأب الأيكونوموس إبراهيم حجازين الذي يخدم حاليا أبناء الرعية، كما أنشأ الشبيبة والأخوية الذين أعطوا الحياة للمكان. وفي عام 2007 زين الأب حجازين جدران الكنيسة بأيقونات بيزنطية من رسوماته أضفت الجمال والهيبة لبيت الرب. كما سمح مجلس الرعية لأبناء الكنيسة القبطية في محافظة العقبة أن يصلوا داخل الكنيسة ويقيموا فيها خدماتهم وقداديسهم الإلهية. في عنا نشاطات مختلفة، طبعا حكينا القداديس هي الأساسيات، كنا كل يوم سبت نخدم إخوتنا الأجانب، فكنا نعمل قداس باللغة الإنجليزية، وأحيانا يجينا اتصال من بعض السفن فنروح على البحر ونقدس معهم داخل هالسفن. أيضا حكينا في عنا من النشاطات، في عنا الشبيبة الجامعية والعاملة، الشبيبة الطالبة، وأيضا في عنا أخوية الأمهات، ونعتز أيضا في مجلس الرعية. أيضا إلى جانب خدمتنا في هالكنيسة لأبناء رعيتنا، لأنه كنيستنا أيضا مفتوحة لإخوتنا الأقباط اللي كل يوم ثلاثة وكل يوم خميس يستخدموا الكنيسة ليصلوا لاجتماعاتهم، لهم تقريبا في هالكنيسة لهم 13 سنة، وإحنا نفتخر بشرفنا أنهم يصلوا بهالكنيسة، ناس مؤمنين متعبدين لله. نطمح إن شاء الله من خلال هذا التصوير أن صوتي يوصل لأبعد الحدود، ليكون في عندنا كنيسة أوسع تستقبل أبنائنا تخدمهم. أيضا عدم وجود قاعة لاجتماعات الشبيبة والأخوية والرعية بشكل عام، فلذلك نتمنى أن يكون في كنيسة أكبر أوسع لأنها تضم أكبر عدد ممكن، خصوصا عندنا بالمناسبات الكنيسة لا تكفي. فنتمنى إن شاء الله من خلال وجودكم في هالبرنامج أنه هالصوت يوصل من خلالكم لأبعد الحدود لهالمؤمنين يساعدونا ويساهموا في بناء الكنيسة. يا كنيسة يا مجيدة أنت هي بيت الله، فيك نلتقي الإله ونستمد منه الحياة. نفتخر بذخيرته أبونا جورج ديمون، هو بالذات روحه لا تزال موجودة. أنا ككاهن بشعر في وجوده، خصوصا أثناء الصلاة أو أثناء إذا أنا بدي استنارة في شيء معين، مش بأي لحظة، ولكن أشعر بحضوره في هذا المكان. بالفعل هو كاهن قديس، لذلك نفتخر بهالمزار أنه نترك ذكرى عطرة للأجيال القادمة تتذكر أنه في كاهن أبونا جورج ديمون أسس وعمل، فليدم يعني ذكرهم إلى الأبد. عشان هيك الأجيال اللي تيجي على هالكنيسة تتذكر إنه بنيت بهمة كهنة. الحمد لله. شيدت هذه الكنيسة في عهد البطريرك ماكسيموس الرابع، أيضا كان أيامها المطران ميخائيل عساف اللي هو بارك بأن يكون أبونا جورج ديمون يخدم في هذا المكان المقدس. أبونا جورج ديمون ترك إرث كبير للمسيحيين للكهنة كثيرين، الحمد لله لحد الآن بيحترموا وجود الكهنة، بيقدرونا أنه إحنا طبعا جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، ولكن الاحترام
بادي حتى تلاقيهم بينادون أبونا، فبتحتار هو مسيح ولا مسلم اللي بيناديك. فهذا شيء نفتخر فيه من إخوتنا المسلمين اللي بيحترمونا. أريد أن أذكر في مرة من المرات أنه نزلت شجرة عيد الميلاد في البحر، فيفترض أنه شجرة يعني مسيحيين الغواصين اللي بدي ينزلوها، ولكن تسمع اللي بنادي أحمد سعيد كذا، فكان إشي مفرح أنه هالعيد هو عيد الجميع. أخيرا في تلك الكنيسة المليئة بالبركة، أحب قدس الأيكونوموس إبراهيم حجازين في الآونة الأخيرة أن يكرم الأب جورج ديمون بإنشاء متحف بسيط يحوي مقتنيات هذا الأب الجليل الذي كان له الدور الأبرز في تأسيس الرعية الكاثوليكية في محافظة العقبة. أشكركم كثير أن الكل يشوف كنيستنا الجميلة الصغيرة اللي فيها نعمة ربنا، وإن شاء الله النعمة توصل إلكم وللجميع. فنتمنى كمان تشاركونا بصلواتنا بهالأيام القادمة، فأهلا وسهلا بالجميع. فيك نعرف الوصايا ونعشق الصلاة، أنت هي فلك نوح ملجأ لكل الخطى، ملجئي في كل ضيق. استقبلت جمعية دار الكتاب المقدس في عمان سيادة المطران حسام نعوم رئيس الأساقفة في مطرانية القدس الإنجليكانية في مقر الجمعية، وكان في استقباله أعضاء الهيئة الإدارية والأمين العام للدار السيد منذر نعمات ومتابعة فرق العمل، حيث تم خلال اللقاء استعراض أهم الخدمات الدار ومتابعة فرق العمل وبرامجها في المجتمع المسيحي خاصة والمجتمع الأردني عامة. وأثنى سيادته على الجهود المميزة المبذولة من قبل الفريق، إضافة إلى التأكيد على تعزيز التعاون والشراكة ما بين الكنيسة ودار الكتاب المقدس في العديد من المجالات لخدمة الرعاية والوطن. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة حلقة جديدة ومتميزة بعنوان عمل الروح القدس في حياتنا، حيث استضاف البرنامج عبر الهاتف الأب الأيكونوموس بطرس جنحو كاهن رعية الروم الأرثوذكس في صافوت، الذي شرح كيف يعمل الروح القدس على تثبيت المؤمن بعقائد وأسرار الكنيسة، إضافة إلى مداخلة فلسفية للدكتور جلال فخوري حول هذا الموضوع. فإلى هناك بداية، أنا لما بنحكي عن عمل الروح القدس دكتورة بحياتنا بخطر عبالي متى ينال الإنسان موهبة الروح القدس في حياته. بداية بتعليم الكنيسة احنا بنحكي بالعماد، احنا بنحكي بالعماد ينال المؤمن طفلا كان او شاب ينال الروح القدس. في قديس اسمه القديس أروجانوس، والكنيسة بوقتها الأفكار زي ما تحكي ما قبلتها. كان يحكي عن الوجود السابق لخلقنا، إن الله خلقنا قبل آدم وحواء، خلق كل الناس بالروح، ولكن موضوع الجسد تطلب المراحل الزمنية والتعامل مع فيزياء الأرض، الزمان والمكان. اليوم الكنيسة بتحكي لا، إحنا الروح القدس بناله الإنسان متى؟ بالعمال. هلا نال الإنسان الروح القدس. هلا شو بيستفيد؟ شو بده يأخذ؟ هلا في إشي اسمه مواهب وفي إشي اسمه ثمار. مين بيجي قبل الأول؟ المواهب. أنا زي ما تعلمت من حضرتك تتذكري لما كنا نحط تطلعي سهم تقدر تخرج إنه بيودي منه، فهي بحط الدائرة بحط الـ الـ المواهب. إيش بده يطلع من هالشجرة هاي؟ شجرة المواهب ثمار. بده يطلع يعني الغصون هي المواهب، ولكن الحب النبات هو ثمار الروح القدس. هلا ما هي مواهب الروح القدس؟ يعني أنا لما أنمي موهبة الروح القدس بحياتي، يعني أصير أقدس كل أحد، أصير أسمع الوعظة، أصير أهتم إني أحط نفسي بأجواء روحية، يعني جلسات فيها فتحة فنجال وفيها سواليف ونميمة وكذا أتجنبها، أجلس بالجلسات الروحية مع الأشخاص اللي على تواصل مع الكنيسة، أن أخلق جو عام يساعدني على تنمية مواهب وثمار الروح القدس بحياتي. موضوع الروح القدس فهمه، يعني فهم الروح القدس من أصعب الأمور الدينية. معقد لنا. لكن بنجتهد وبنقول كالتالي، أن الروح القدس
هو إشعاع ونور للابن والآب، لاتحاد الابن والآب. أي بمعنى ثاني أنه هذا التلاحم بين الثلاث أقانيم، الآب والابن والروح القدس، لم يأتي من فراغ، إجاء من فهم الله للابن. يعني الله يعرف نفسه فولد الابن، وبالتالي الابن واتحاده مع الآب أشع وأضاء يعني الروح القدس. فالروح القدس هو الفاعل في هذول الثلاثة. أي بمعنى آخر، الإنسان نفسه عندما يفعل فيه الروح القدس من الداخل، هو لا يعرف إنه 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 في الداخل روح قدس عم بفعل فيه. نعم. يعني عم بيعمل يعني هاي الأفاعيل في الإنسان، ولكن الله موجود في الإنسان لأنه هو الروح القدس هو صوت الله في الإنسان. نعم حلو. وبمعنى آخر لا يستطيع الإنسان أن يجري أي عمل ولا حتى أن يتنفس دون وجود الروح القدس، والروح القدس دائما موجود في الإنسان. يعني نعم. من بين كل العطايا نعم التي أعطاها الله للبشرية، نعم، ما توجد عطية أعظم من عملية عطية الروح القدس. حلو. والروح القدس له كتير وظائف وأدوار عديدة. هو أولا بيعمل في قلوب البشر في كل مكان، كما كان يقول يسوع لتلاميذه أنه سيرسل روحه القدوس للعالم كي يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. نعم. وعشان هيك إحنا خلاصنا مرتبط كمان بالروح القدس. إحنا بالمعمودية مننال نعمة الروح الكلي يقدسه، عندما الكاهن بالميلون المقدس بمسح الطفل المعمد. نعم. وعشان هيك إحنا دائما بسكن وقتها روح الله في قلوبنا للأبد. نعم. وبيختمنا بختمه. نعم. تأكيد إنه ضمنا لبنوتنا الأبدية. حتى قال يسوع إنه سيرسل روح القدس ليكون معينا ومعزيا ومرشدا لنا. نعم. وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، كما ورد في يوحنا 14:16. نعم. إذن هو من هاي الأمور كلها من بتجلنا إنه هو إظهار الحق. سكن الروح القدس فينا بعطينا فهم وتفسير لكلمة الله. نعم. وقال يسوع لتلاميذه وأما متى جاء ذلك الروح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق. نعم. يعني هو بوضح إنه في أذهاننا رح تتخير، رح تتعلق بالعبادة بالعقيدة بحياتنا، في مرشدنا اللي بيشي أمامنا وبرشدنا في حياتنا. ولكن دائما لازم إحنا نحتاج إنه ناس يقودنا في حياتنا. نعم. وربنا هو دائما بعطينا هذه الموهبة، مواهب الروح القدس اللي هي المحبة، الفرح، السلام، طول الأناة، التعفف، اللطف، الإيمان، الوداعة. نعم. تمار الروح القدس. نعم. تمنحنا معرفة الروح القدس إنه هو بسكن فينا، وننساش إنه الروح القدس اللي هو بقود الكنيسة بقود كل أعمالنا. طبعا احنا عم نركز على موضوع كلمة الله في حياتنا. هلا روح الله موجودة فينا، طبعا خلقنا على صورته ومثاله، اخذنا روح الله بالعماد، اخذنا روح الله بالتثبيت، اخذنا روح الله بالأسرار الكنسية. لكن كيف اوصل الى الروح اللي اخذوها التلاميذ بوقت العنصر؟ هنا بكلمة من الله. لما بصير اسمع صوت الله بحياتي، بصير اسمع كلامه وأعمل بكلامه وأتحمل هذه المسؤولية، مثل ما الرسل سمعوا كلام الله وتحملوا هذه المسؤولية، فروح الله ترفرف في حياتنا لكن تعمل بكلمة من الله
وأين نجد الكلمة في الكتاب المقدس؟ علينا في الكتاب المقدس أبونا. أنا بعتبر أن كل إنسان كل يوم إذا ما قرأ آية من الكتاب المقدس ما يحسبه من حياته، لأنه فعلا يعني كلام الله بحياتك هو هذا عمل الروح القدس. لما تقول لك أنا مش شارب عمل الروح القدس، طب ما أنت ما عم تقرأ الكتاب، أنت ما عم بتتبع آياته. روح الله موجود في الكتاب بكلمة منه، راح ربنا بكلمة منه قال ليكن نور فكان نور، ورأى الله النور أنه حسن، وفصل الله بين النور والظلمة، ودع الله النور نهارا والظلمة دعاها ليلا، وقال الله ليكن جلد. قال الله، نحن روح الله كانت ترفرف على المياه وما صار ولا إشي خلال هاي ولا لو مليون سنة إلا بكلمة من الله. أكيد روح الله موجودة فينا، لكن لازم نسمع كلمة الله. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. وزارة الخارجية تدعو المواطنين الأردنيين في أوكرانيا إلى المغادرة في أقرب وقت. الأميرة بسمة بن طلال ترعى فعاليات بازار السلك الدبلوماسي الخيري. الراية المارونية في الأرض المقدسة تحتفل بعيد القديس شربل. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني www.nursatjordan.org. بهذا وصلنا أعزائنا إلى ختام نشرتنا، حتى نلقاكم، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.